الكويت بلد قضى فيها الملك عبد العزيز بن سعود بداية حياته، دخلها شابا وخرج منها ملك، فمن الكويت انطلق إلى الرياض ليستعيد حكم آبائه. لكن السؤال، ماذا حصل خلال العشر سنوات من حياته على أرض الكويت؟ واستقر الإمام عبد الرحمن وولده عبد العزيز ويا أسرتهم في بيت عائلة العامر بالكويت، وصاحب هالبيت علي العامر وهو تاجر من تجار الخيول، وهذا البيت يقع في منطقة المباركية بجانب براحة السبعان وأمام مسجد البحر. الإمام عبد الرحمن بن سعود كان يسير على دواوين أهل الكويت مع ولده عبد العزيز، وأول ديوان كان يتردد عليه بشكل كبير هو ديوان عائلة الخميس، وكذلك يسير على دواوين عائلة البحر والنصف والشملان، وطبعا بالمقام الأول كان يسير على ديوان ابن صباح في قصر السيف.